لو انت مش عارف تفكر وان انت متردد ان انت تسيب الشغل اللي انت فيه او لا، ميسي ساب برشلونة. معاكم يا بنوف فؤاد من جوه الصندوق. لو انت متردد ان انت تسيب شغلك، ميسي ساب برشلونه. ميسي بدا مع برشلونه من عمر 13 سنه، بدا اول مباراه رسميه ليه وهو عنده 17 سنه. ميسي كان هو برشلونه، 5 دوري ابطال في تاريخ برشلونه، 4 منهم ميسي، وحدث ولا حرج في الالقاب الفرديه والليجا كمان. ميسي كان فعلا هو العلامه التجاريه لبرشلونه. من اول خروج ميسي من برشلونه، برشلونه خسرت 11% من قيمتها التجاريه اللي موجوده في السوق العالمي، بجانب خساره اكتر من 137 مليون يورو، بجانب خسائر طبعا في مبيعات التيشيرتات بتاعه برشلونه. هنا بقى بنتكلم، هل فعلا ان الشركات انها تطور المواهب بتاعتها اللي موجوده ولا ما تطورش؟ ما هو ميسي ساب برشلونه انها تهتم بكل فرد من جواها في جوه المؤسسه بتاعتها، ان كل فرد يخش الشركه جونيور يطلع منها سنة. الفكره هنا ان انت ازاي توفر له كل الوسائل اللي ممكن تخليه يتطور، ان كان البيئه الموجوده في محيط الشغل، ان انت توفر له كمان هو لو حابب ان هو حاجه هوايه ان هو بيعملها جانب الشغل، ان انت تحول الشخص لمالتي تاسكر. هل الشخص المالتي تاسكر ده هيكون مؤهل ان هو يقدم لك كل حاجه؟ ده اكيد هيوفر لك كتير، نفس الوقت يقدر يلاقي نفسه في الحاجه اللي هو بيحبها. الفكره كلها ان انت تقدر تخليه يكون حابب الشغل وان هو يكون حابب يطور من نفسه، بس ده مش هيجي من المؤسسه غير لما الشخص نفسه يكون عايز يطور من نفسه. يعني في مدرسه اللمسيه طلع كتير زي ميسي، منهم بيان كريكيتش، هو كانت الناس كلها بتتوقع له ان هو يكون خليفه ميسي. فين بيان كريكيتش؟ مش موجود. هي الفكره كلها في الشخصيه بتاعت الشخص اللي عايز يطور من نفسه وان هو يكون شخص مميز على اللي حواليه. فهنا نقدر نقول الشخص ليه دور والمؤسسه ليها دور، لازم يكون الاثنين عندهم الموافقه المبدئيه ان هما الاثنين يطوروا من بعض، ان كانت المؤسسه ان هي تساعد في تطوير الشخص وان الشخص يكون عنده القابليه في التعلم، بجانب ان هو يفيد المؤسسه طبعا. هل ان المؤسسه هتستفاد من تطوير الشخص؟ بدليل قاطع اكيد هتستفاد. هتستفاد على مستوى الشغل ده رقم واحد، على مستوى البراندنج رقم اثنين، بدليل ان ميسي وجوده مع برشلونه فاد برشلونه كتير في القيمه التسويقيه بتاعتها، بدليل خروجه من برشلونه اضر بالقيمه التسويقيه بتاعتها. فمن الاخر كده انت ابن الشركه مش ابن الشركه، سواء مكمل او مش مكمل، اختار الطريق اللي يطورك صح ويطور المؤسسه اللي انت بتشتغل فيها صح.